Ciao a tutti, come state? Spero che tutto vada bene. Hello, in this career. Moro gaia hamelo, verso il cappuccino. Hamelo? Lo farò. Oh, da gustarvel. Verso essere un futuro semplice. Io farò. Il nome è tuo lì. Il futuro semplice, figa. Amel il day. Guarda, abda menheg istenuia il am. Calta sanomi, i tori. اعمل بقى لايك وشير الفيديو ده مع صحابك علشان يستفادوا من الشرح ويدعولي واعمل سبسكرايب للشانل وفعل الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل الدروس اللي انا هنزلها لك خاصة بالثانوية العامة اللغة الإيطالية. سيامو بروبريو ريتورناتي على الغالية. احنا دلوقتي رجعنا للوايت بورد او السبورة بتاعتنا. قبل ما ابدأ انا عايزة انوه ان اللغة الإيطالية المستقبل بينقسم لحاجتين للانجوا ايطاليانا الفوتورو الكومبوستو ده فوتورو سامبليشة والفوتورو كومبوستو فوتورو سامبليشة يعني فوتورو مستقبل بسيط جدا تركيبه بسيط استخدامه لما باجي اصيغ الجملة بيبقى بسيط لانه هو عبارة عن فعل وملحقة بس كده وفوتورو كومبوستو فوتورو كومبوستو هو مستقبل ولكن الى حد ما يعتبر معقد او تركيباته اكتر من السمبليشي. طيب النهاردة بقى انا هزوم على الفوتورو السمبليشي، هتكلم عن المستقبل البسيط. من اسمه كده لازم تستنتج ان هو حاجة فاتشلة، حاجة سهلة. اذا مكوناته هو ملحقات زائد الفعل. طيب قبل ما ابدأ في الملحقات وقبل ما ابدأ في الفعل انا عايز اسألك يعني ايه فوتورو؟ يعني ايه مستقبل؟ مستقبل يعني حاجة هتحصل بعدين. una cosa che succederà dopo. اذا لما اجي افكر كده واقول اكيد الكلمات المفتاحية او الكلمات الدالة على الزمن ده كلمات لها علاقة بكرة وبعد بكرة وفي المستقبل والسنة الجاية، كل الحاجات دي احنا اصلا بنستخدمها في العربي. تمام، اذا قبل ما ابدأ ادرس اي زمن لازم اركز في البارولي كيافي بتاعته او الكلمات المفتاحية الدالة على الزمن ده، بحيث ان انا اول ما اشوف الجملة اشوف الكلمة هوب ده قصده مستقبل. ci sono delle frasi che sono davvero strane. في شوية جمل كده انت فعلا ما تقدرش تفهمها وانت عايز الجملة دي فيها ايه. فحاول دايما ان انت تستغل الكلمات المفتاحية الدالة على الزمن علشان تعرفك على طول من غير ما تضيع وقت في الامتحان تفكر هو احنا في زمن ايه ولا الكلمات دي في زمن ايه. فقبل ما ابدأ بالمستقبل وطريقة تكوينه انا هبدأ بالكلمات الدالة عليه. دوماني يعني غدا او بكرة، زي ما بنقول كده انا بكرة هعمل، انا بكرة هسوي، انا بكرة هروح الجامعة، انا بكرة هاكل، انا بكرة هشرب. كل الافعال دي بتندرج تحت مسمى بكرة. تمام كده. اذا دوماني اول ما اشوفها هفتح ان ده مستقبل وش دوبو دوماني اللي هي دوبو يعني بعد، واحنا عرفنا ان دوماني يعني بكرة. اذا دوبو دوماني يعني بعد بكرة. بروسيمو او بروسيما على حسب المذكر والمؤنث. بروسيمو اللي هو اللي جاي، بروسيمو انو، بروسيما سيتيمانا، السنة الجاية، الاسبوع الجاي. الزق كلمة بروسيمو او بروسيما زائد سنة، اسبوع، اي حاجة هيبقى معناها الجاي. زي ما قلتلكم بروسيمو انو اذا السنة الجاية، بروسيما سيتيمانا الاسبوع الجاي، وهكذا. فرا وترا يعني خلال، فرا زيها زي ترا بالظبط، ما تضيعش وقت فيها. فرا زيها زي ترا. الاثنين كلمات دالة على المستقبل او احنا بنسميهم باللغة الايطالية باروله كيافي. تمام كده، باروله كيافي. تمام،
اللي هو الكلمة دي أول ما تشوفها تستنتج إن هو مستقبل وش دوماتينا. مين فيكم يقدر يقول لي يعني إيه دوماتينا؟ لو جينا قسمنا الجملة وفصص نوعها هيبقى معناها روماني زائد ماتينا. روماني يعني غداً وماتينا يعني صباحاً. إحنا قسمنا بعد ما ترجمنا الكلمات الدالة على المستقبل استنتجنا إن إحنا أي جملة لثانوية عامة هنشوف فيها الكلمات دي هنفهم إن هو بيتكلم عن المستقبل وش من غير ما اضيع وقتي في اي حاجه. دلوقتي يا بروفيسوريسا انجيلا، انتي على فكره انجيلا ده اسمي بس السوبر نوم يعني في ايطاليا بيسموني انجيلا. دلوقتي يا بروفيسوريسا انجيلا انتي قلتي لي الكلمات المفتاحيه الداله على المستقبل، ادخلي بقى في المستقبل. الله يسيك يا شيخه زهقتينا. حاضر يعني كروتك يعني كروتك. يلا بينا. انا دلوقتي هضرب لك المثل على الفعل parlare. parlare يعني يتحدث. لو انا عايز اقول هتكلم في المستقبل اجيبها ازاي؟ لان ده معناه يتكلم. طيب قال لك انا كمستقبل بسيط تصرفي اسهل من السهوله. كل اللي انت بتعمله كالاتي، انت بتجري على الفعل وتقوم بتكلم في اخر حرف فيه بس كده، وبعد كده بتضيف النهايات. بس لازم تاخد بالك من خطوة تانية، انت بتعمل خطوتين. اول خطوة ان انت بتكنسل الحرف الاخير، تاني خطوة ان انت بتحول حرف الا لايه، وبس كده. وبتنقل الفعل زي ما هو. انا مش عايزة احفظك خالص، انا عايزة افهمك. عايزة اقولك ان انت لو انت شفت فعل بينتهي بالمجموعة الأولى اللي هي أعري، لأن احنا عارفين إن الأفعال في اللغة الإيطالية دي بتتقسم على ثلاث مجموعات، مجموعة الأعري ومجموعة الإيري ومجموعة الإيري. افتراضا كده أنا هقول لك المجموعة الأولى اسمها أعري، والمجموعة الثانية اسمها إيري، والمجموعة الثالثة اسمها إيري. اذا انا عندي parlare هو فعل بين المجموعه الاولى بينتهي ب اري. هاجي بقى اصرف، مش عايزه احفظك خالص. لو انت عايز تحفظ هقول لك طريقه تحفظ بيها، بس انا مش عايزه احفظ. انت كل اللي هتعمله ايه؟ هتقوم كانسل انا عندي النهايه اري. اعمل خطوتين، ستيب رقم واحد او المسا رقم واحد او الباسو رقم واحد ان انت تكنسل اخر حرف في الفعل. كنسل لو شبطنا عليه خلاص بهدلني خالص. نعمل ايه تاني بقى؟ تاخد الا وتخليها ايه وتنقل الفعل زي ما هو. اذا parlare اصبح دي النهايات، تمام كده؟ ده الفعل بعد التعليق. طيب اذا دي النهايات بتاعتي، تمام كده؟ او اي ا ايمو ايدي عنو. وبعد كده عندي الفعل بعد التعليق. يعني ايه بعد التعليق؟ بعد ما عملت الخطوتين اللي انا قلت لكم عليها. اول حاجه انا عارفه ان الفعل بيجي باي عشان هو من المجموعه الاولى. طب ايه الخطوه الاولى؟ الخطوه الاولى ان انا بحذف اخر حرف في الفعل، والخطوه الثانيه ان انا بحول حرف الا لايه. اذا الفعل بقى اسمه parlare، تمام كده، زائد النهايات. اذا parlerò parlerai parlerà parleremo parlerete parleranno. طيب بالنسبه للناس اللي مش عايزه تحفظ، الناس اللي عايزه تفهم النهايات دي جت منين او جت ازاي، في ناس بقى بتحب تختصر وتحفظ على طول، طلبك عندي. طيب دي النهايات بتاعة المجموعة الأولى اللي هي طبعا الضمائر احنا عارفينها، كبرنا على الكلام ده تالتة ثانوي. هيو أنا وأنت، لوي ولي هو وهي، نوي نحن، فوي
tanto un loro هم وهن. Io بحط النهاية إيرو, تو بحط إيراي, لوي ولي بحط إيرا, noi بحط إيرامو, voi بحط إيراتي, ولورو بحط إيرانو. مع الأساس في الاعتبار إن دي نهاية المجموعة الأولى والمجموعة كلها اللي هو آري بحذفهم وبحط النهاية دي. لو هعمل نفس الحوار هنا, نفس الكلام هنا, المجموعة الأولى اللي هي الآري وحط النهايات, هيبقى نفس النظام بالظبط. فر الآري, قمت حذفت الآري وكتبت فر, وبعد كده إيرو اللي هي النهاية دي معطوها تبقى فر, وبعد كده إيراي. Di la consiglia, un consiglio per te riguardante la pronuncia in italiano. Consiglia di fluente in lingua italiana. Ana lamma jit anta di in hedi qultlak ero parlerò, mish ero parlerò. Galat. Fi lingua italiana, law laqit ash-sharta di mawjuda, ash-sharta di mawjuda, da ma'na in enta bittuqa al-kelma, bitstress 'aliha. بمعنى دي ايرو, انت لقيت الشرطه دي او الاتشنتو ده او الاكسون او الاكسنت موجوده على الحرف ده, ده معنى ان انت لازم تستريس على حرف الاو. زي عندنا كده بالظبط في كلمه كتكوت باللغه العربيه, كتكوت, انا استريسيت على حرف الواو, ما قلتش كتكوت ولا كتكوت ولا كتكوت, لا خالص, انا عملت استريس على حرف الواو علشان الجملة سوري عشان الكلمة تتنطق صح. كتكوت دي معلومة ليك انت. اذا انت اول ما تلاقي الاتشنتو موجود على حرف الاو او الاتشنتو موجود على اي حرف, ده معناه اللي انت لازم تسترس عليه. ما حدش يقول لي ايرو, ايرو غلط. بارليرو دي اسمها ايرو, دي اسمها ايرا, تمام كده. حط ستريس على الحاجة اللي تلاقي عليها الشرطة او العلامة دي, لان ده اسمه accento italiano. questo يعني da prendere in considerazione, دي ملحوظة تاخدها في الاعتبار. طب احنا كده خلصنا المجموعة الاولى, التانية والتالتة شقلب وقلب زيها بالظبط, بس في تعديلات بسيطة جدا. يلا بينا نيجي للمجموعة التانية. المجموعة التانية اللي احنا صنفناها على انها تيجي بإير إير زي الفيربو كريبر. عايز تصرفها في المستقبل, المجموعة دي او الفعل ده لو انت عايز تصرفه في المستقبل هقول لك طريقة الفعل وطريقة تانية للحفظ, بحيث ان انت لو عايز تفهم انا معي, لو عايز تحفظ انا برضو معك, يعني انت ملكش حجة ان انت تخش امتحان تقفل الايطالي. يلا بينا. الفيربو سكريبر بينتهي بإيرة اللي انا صنفتها من المجموعة التانية. قلت لكم ان انا عندي نهايات ثابته, النهايات دي باخدها كده وبضيف عليها الفعل زي ما هو بعد ما بعمل تعديلين. بس انت لازم تاخد في بالك ان التعديلين دول كانوا في المجموعه الاولى اللي هي بتنتهي بآر. قلت لك اول حاجه لو انت عايز تفهم بتكنسل الاو تخليها ايه, وتاني حاجه بتكنسل اخر حرف خالص وبتنقل الفعل زي ما هو. الزيادة في المجموعة الثانية بقى او تعتبر اسهل ليه, لان انا كنت لما في المجموعة اللي هي, لان انا لما كنت بكنسل الا هنا واخليها ايه لقيتها هنا هي ايه اصلا, فانا مش مضطرة اكنسلها بسيبها زي ما هي. كل اللي بعمله ان انا بكنسل اخر حرف عادي زي ما انا ما كنت بعمل في المجموعة الاولى بالظبط. اذا اصبح كالاتي, المجموعة الثانية بعمل فيها خطوة واحدة بس, اونا سولا موسا, اللي انا بكنسل فقط اخر حرف فيها وبنقل الفعل زي ما هو. طب الناس اللي بتحب تحفظ وده هيبقى اسهل لها, هقول لك يا باشا انا عندي فيلم سكريبر اهو. كل اللي بتعمله ان انت بتضيف نهايات المجموعه الثانيه للفعل بعد ما بتحذف ايري. طب ايه نهايات ايرو, ايراي, ايرا, إيريمو, إيريتا, إيرانو, تمام كده. دي كده النهايات عادي جدا, وبعد ما حذفنا ده بننقل ده عادي.
بس كده انا اديتك طريقه للفهم وطريقه للحفظ. طريقه الفهم قلت لك ان انت كل اللي بتعمله وانت بتحذف اخر حرف بالفعل وبتنقل النهايات. طريقه الحفظ ان انت بتحفظه زي ما هو كده عادي، بتكنسل الايره وتبتدي ان انت تضيف النهايات اللي هي دي ودي 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 ودي. تمام كده. المجموعه الثانيه، المجموعه الثالثه زيهم بالظبط، بس الفرق بقى ان الاثنين التانيين كنت دايما بحول فيهم على حرف الايه، او لو لقيت ايه بسيبها. دي بقى متكبره شويه، انا محدش يحولني، انا زي ما انا كده اهو هتسيبني. تمام كده. اذا في نيره هتبقى ايه؟ في نيره وتو في نيراي. بتاخدها زي ما هي وتكنسل حرف الايه وتضيف النهايات المتفق عليها اللي انا معلمهم لك هنا باللون الاحمر. احنا كده خلصنا المستقبل بالنهايات بتاعته الثلاث مجاميع. فاكره كده احنا خلصنا خالص؟ ها تيلا سونيا انت بتحلم. في شويه حاجات نوتات بسيطه جدا جدا، النوتس دي لو انت مشيت عليها هتضمن ان انت مش هتغلط خالص. ليه بقى؟ علشان دايما احنا عارفين ان اللغه الايطاليه فيها دايما حاجات شاذه. فيلا بينا نبدا باول حاجه شاذه. كنت قايله لك ان المجموعه الاولى اللي هي بتنتهي بقارة باخدها كده ومصرفها بالاسطمبه اللي انا قلت لك بتاعه المجموعه الاولى. ركز معايا. فجارة، انت عارف ان هو بينتهي بقارة، اوعى يغرك تعليمك وتروح تكتبها لي كده. اكتبها لي كده بذمتك يا شيخ، انت مش ناطقها بجاري؟ يعني جي دي اتنطقت معاك جيم؟ لما تيجي تصرفها تكتبها لي جيم برضه. احنا كلغه ايطاليه بنحب ان احنا نحافظ على النطق بتاعنا. اذا دي لو انت هتاخدها بالطريقه دي هتتنطق باجيرو، باجيرو بالجيم المعطشه بتاعت سيجوني دي كده مش هتنفع. انت لازم تحط اكا، لان الاكا او الاتش هنا بتحافظ على عدم تعطيش الجيم هنا في حرف الجي، فبالتالي هنحافظ على النطق. زي ما انطقتها جيم هنا مش معطشه هنطقها هنا جيم مش معطشه. اذا فجاره فجرو هتبقى فجراي فجرا فجرامو فجريمو فجريتي. تمام كده. لازم تبقى فاتنسيوني ان الفيرب فجاره او اي مجموعه بشكل عام بتنتهي بجارة لازم احط اكا، لازم احط اتش. دي اول نقطه هقول لك عليها. تاني نقطه زيها بالظبط بس فعل تاني غلبان قوي اسمه كومينشاري، يعني يبدا. فجاري يعني يدفع وكومينشاري يعني يبدا. اوعى يغرك تعليمك وتروح لما تيجي تصرفولي في المستقبل تقولي كده. احنا كنا متفقين ان احنا بنحذف الار ونحط النهايه، النهايه اللي هي ايرو، صح كده؟ قوم عاملها لي كده كومينشيرو بذمتك. انت مش قاريها، مش قاريها كومينشاري ولا قاريها كومينشياري؟ انت قاريها كومينشاري. الشين دي لازم تحافظ على النطق بتاعها. اذا تيجي تنزلها تنزلها لي كده كومينشيرو، احفظها هو الاسطمبه بتاعتها كده كومينشيرو كومينشيراي كومينشيرا كومينشيريتا كومينشيريمو كومينشيرانو. تمام كده. اذا فجاري كومينشاري، فجاري زي ما نقطعها جيم تنزلها لي جيم. ايه اللي هينزلها لي جيم؟ ان انا احط اك هتحافظ لي على النطق. كومينشاري هتبقى كومينشيرو مش كومينشيرو، فتحفظها زي ما هي. تمام كده. خلصنا كده. لا 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 تلسون يا برضه انت بتحلم. في حاجات تانية اقولها لك. في فعلين في اللغة الإيطالية انا بعتبرهم
عمود اللغة الإيطالية، لا كولونا دالا لينغوا إيطاليانا. ليه بقى؟ علشان أي زمن بلاقيهم راشقين وقرفين. الفعلين دول أنت بتحفظهم اسطمبة كده، ما بفهمش بقى حفظ وفهم، أنت بتاخدهم كده وتصرفهم زي ما هم. الفعل السرح اللي هو يكون، والفعل أغارة اللي هو يمتلك. تمام؟ أنا عندي يو، تو، توي، لي، نوي، voi، loro. تمام كده؟ أنا هكون، io sarò، شاء الله io sarò una persona di successo، هكون شخص ناجح. tu sarai، dico io. lui sarà، lei sarà برضو، noi saremo، voi sarete، loro saranno. كده في السليم بنحفظهم زي ما هو. io sarò un dottore، انا هكون دكتور. tu sarai un dottore، lei sarà una dottoressa، dottoressa يعني هكون دكتورة. noi saremo dottori، دكاتره. loro saranno dottori، voi sarete dottori. بجمع دكتوري على حسب الضمير. طيب هنا بقى، بس سيبوكوا من دكتوري دلوقتي، احنا هنا في الأهم. طيب هنا بقى نيجي للفيرب أفيري. io avrò، tu avrai، lui او lei avrà، noi avremo، voi avrete، loro avranno. عشان ايه بتصعبك؟ loro avranno. الفعلين دول انت بتحفظهم استعمضة، ما فهمش اي تغييرات، ما فهمش اي ابتكاسات. تمام كده؟ خلصنا؟ تلسانية برضو بتحلم، لسه فاضل تكة صغيرة والدرس يبقى خلص خالص. في شوية افعال كده ليها تراكيب، الرمشة شوية او شاذة زي ما بنعتبرها للعلم بايطاليانا. زي عندي شوية أفعال اسمها دوفيري، سابيري، بيبري، بوتيري، بديري، كاديري. دوفيري يعني يجب، سابيري يعني يعرف، بيبري يعني يعيش، بوتيري يستطيع، بديري يشوف، كاديري يعني يسقط. ايه اللي بيميز الأفعال دي في اللغة الإيطالية في الفوتورو سامبليشي أو المستقبل البسيط؟ اللي بيميزها إن أنا لما باجي أصرفها، طبعا أنا عندي المنهيات بتاعتي زي ما قلت لكم، بس باجي بحذف الـ A والـ A وبحط النهايات. ازاي؟ هوريكوا حالا. مع إيه هتبقى دوفرا، مع تو هتبقى دوفراي، ومع لوي ولي هتبقى دوفرا، ومع نوي هتبقى دوفريمو، ومع بوي هتبقى دوفريتي، ومع لورو هتبقى دوفرانو. شفتوا بقى ان انا عندي النهايات زي ما هي موجودة اهي، اللي انا كلمتكم عنها في اول الفيديو. وكل اللي عملته ان انا كنسلت الاي والاي اللي في المجموعة التانية ونزلت الفعل بنهايته. شفتوا الموضوع سهل ازاي؟ حلو جدا. طب قولي الرررر دي بيتهم فيها الاجانب عشان بيقولوها رر، وبيتهم فيها الفرنسيين عشان مش بيعرفوا يقولوها اساسا، وبيتهم فيها العرب اللي لدغين. بس مش مشكلة، جربوا معايا. تنيري، بوليري، مانتينيري، بيري، بنيري، ريمانيري. تنيري يعني بيحافظ على الحياة، بوليري يعني يريد، مانتينيري وبيري وبنيري وريمانيري معانا برضو، يبقى، يأتي، ويشرب. طيب تعالوا بقى نشوف التعبير ده. تعالوا نشوف الرر دي بنكتبها هنا ازاي. انا vorrò، tu vorrai، lui o lei vorrà، noi vorremo، voi vorrete، e loro
ورانو. شفت الرر دي؟ هخليها دوبي على طول. وكذلك بير اللي هو يشرب. لو انا عايز اقولها في المستقبل تقول انا عايز اشرب في المستقبل، انا هشرب. بور ايه وبرر، يعني لو حد سمعها بجد عربي هيقول لي خلاص انت نفسي تسدد. هو برو، براي، برا، بريمو، بريتي، برانو، وهكذا مع بقيه الافعال. اخر حاجه بقى هي قاعده سن اللي هي لو. سهله جدا، سي لو، وبعد كده عندي فتوره وفتوره. ازاي؟ هقول دلوقتي. لو انا خلصت، لو انا هخلص الفيديو ده هروح اكل على طول. سي يو. سي يو فينيرو الفيديو مانجيرو. لو انا هخلص الفيديو هاكل. ممكن اقول سيو فينيرو الفيديو، او ممكن اقول سيو فينيسكو الفيديو. بمعنى بعد سي وارد ان انا استخدم مستقبل او حتى مضارع. تصريف فينيرا في المضارع، فينيسكو مع ايو، وتصريف فينيرا في المستقبل هو فينيرو. تمام كده؟ كده نكون خلصنا اول درس في اونيتا اولى اللي هو المستقبل الفوتورو سمبليشن. ما تنساش تعمل لايك للفيديو. انت ما عملتش لايك من الاول وما طلبت منك، اعمل بقى لايك وشير الفيديو ده مع صحابك علشان يستفادوا من الشرح، ويدعولي واعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل الدروس اللي انا هنزلها لك خاصه بالثانويه العامه اللغه الايطاليه. لف لفه كده في القناه علشان تستفيد. مش بس كده، في قناتين تانيين عايزه اكلمك عنهم على السريع. القناه دي قناتي الجديده، محتوى مختلف تماما، اعمل سبسكرايب ليها وشوف انا مش هكلمك هي بتقدم ايه، ادخل شوف بنفسك. القناه دي قناه محمد الشامي، بيقدم عليها محتوى حلو جدا ليه علاقه بالفوتوشوب والمونتاج وكورسات الانيميشن الكرتون الى اخره. الباوربوينت وكل الشرح ده هتلاقيه مجانا، كورسات مجانيه على قناه محمد الشامي. ودي قناتي. وقبل اي حاجه اعمل سبسكرايب واعمل لايك علشان خاطر انا عايزه الفيديو ده يوصل ل 2000 لايك. وتشاو، يلا بروسيما. انا يا ريتي انجلا كل الشرح ده في المستقبل البسيط، امال لما اشوف المستقبل المعقد اللي هو الكومبوست هيعملوا ايه؟ فرحانه فيك. لا لا لا، انا مش هفرح في طلابي ابدا ابدا، خليني مع حضرتك. المستقبل البسيط يا جماعه،